مثل ما شفتوا هذا السي في اللي عرضناه عليكم مشاهدينا الكرام، وكما يقولون المعروف لا يعرف. السيد حمد مشاري الحميضي مدير عام المؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية، حياك الله منورنا. الله يحييك، منورين. استاذ حمد حياك الله منورنا اليوم في ليالي الكويت. استاذ حمد، مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي المؤسسة بقوتها وثباتها، أكيد مؤسسة معروفة، نبي نعرف سر المحافظة على هذه المؤسسة بقوتها وثباتها رغم كل الظروف اللي قاعد تصير. أول شيء شكرا على الاستضافة، وشكرا على العزف اللي ذكرته، تحية بهالمناسبة للزميل ساهر هو مؤلف الأغنية. مؤسسة التأمينات الحمد لله يعني قطعت شوط طيب. إذا كنتي لولو تسألين شنو سر القوة، أنا أتصور رقم واحد هي مجموعة العاملين بالمؤسسة، هم اللي خلقوا الصفة وخلقوا هالجو من خلال يعني العمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج وتقديم أفضل الخدمات، مصحوب بالتأكيد بحرص على تطبيق النظام، سواء في الحضور، سواء في تقديم النصائح أو في تقديم المعاملات النتائج، كل شيء ملتزمين فيه بتطبيق القانون، والناس ماكو أحسن عندها ولا أكثر تحب من تطبيق القانون. أكيد. فهذه يعني عملية رئيسية، وأرجع وأكد على دور العاملين نفسهم في المؤسسة. أكيد، حقيقة تحية لكل العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في استقبال وأيضا سماع، وكل استفسارات لها رد عندهم قواهم الله. هذا أنا أقولها كتجربة شخصية أو كتجربة كل مواطن كويتي زار المؤسسة للتأمينات الاجتماعية. السؤال أبو أحمد، أستاذ حمد مشاري الحميضي، كان هناك في طرح كان نيابي أو كان شعبي، كان مطالبات في تخفيض سن التقاعد. التأمينات الاجتماعية رافضة هالشيء، ممكن تفهمنا سبب الرفض؟ سبب رئيسي، عملية التقاعد المبكر مشكلة لأي نظام تأميني، التأمين الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية بصفة عامة، لأن أنت النظام مبني على شنو؟ أنك تجمع اشتراكات. وخلال السنوات لازم الطول تكون من هالاشتراكات أرصدة من خلال صناديق المؤسسة أو الجهة، تقوم بالصرف بالمستقبل على المستفيدين منها. أنا لما أبتدي، خلنا نأخذ مثال بسيط شوية، لما أبتدي مع موظف بداية حياته راتبه خلنا نقول متواضعة وبسيط، يبتدي يكبر الراتب، أنا أخذ منه نسبة سواء هو أو صاحب العمل. هاي النسبة مع الأيام أجمعها واستثمرها وبالنهاية أصرف منها عليه. لكن لما يصرف عليه ما أصرف أنا النسبة الصغيرة، يعني بالكويت عندنا ما شاء الله بعد 15 سنة نعطيك 65% من المرتب. المرتب الأخير لا تنسى. المرتب الأخير أكبر وايد من المرتب البداية المتطور. هذه واحدة. اثنين، أنا لو تقاعدت مبكر معناه عمليا راح أصرف عليك مدد تعادل أو تزيد على المدد اللي جمعت فيها الاشتراكات، فبأي حسبة بسيطة ما ممكن ترهم مثل ما نقول. يعني أنا بمعرفتي بمعظم أنظمة العالم يعني ألاقي شيء أسميه 20-40 أو 40-20، 40 سنة اشتراكات، 20 سنة صرف حقوق. لأن خلنا نأخذها شيء بأرقام اللي ذكرتها، حلو. يبتدي الشخص من 25 يشتغل، هذا في الغالب السن العمل، يتم 40 سنة يوصل 65. هذا مو نظامنا إحنا. نعم. هذا اللي أنا أقول معظم دول العالم طبعا. نعم. بال 65 تقاعد يعيش له سن 85 أو 90 أو غير. لهذا السبب تلاقي ما يسمى بمشكلة تقدم العمر، الايجينج بالانجليزي. نعم. هذه الدول اللي صار عندها هالمشكلة ايش قامت تسوي؟ بدال 65 خلت التقاعد 67. نعم. 67 سنة صحيح. ابو احمد، صدق يقولون ان احنا الاقل بنسبة التقاعد؟ انا ما اعرف اي نظام ثاني بصراحة اقل منه. نعم.
مو بس أقل، لا ننسى أن إحنا نعطي مزايا أكثر. أكثر نعم. يعني وهذا طبعا له مبررة بالتأكيد، له الدعم اللي موجود زرع بالنظام من الخزانة العامة، وهذا شيء طيب يعني. نعم. ما لأن معناه أن إحنا نوصل في النهاية إلى مستويات للمعاشات التقاعدية، يعني لو اشتغل الكويتي 30 سنة يأخذ وايد أحسن من نعم. كثير من دول العالم إذا مو كلها بعد. نعم. أستاذ حمد، يمكن هذه المميزات نقدر نقول المغريات، زين ليش المرأة الكويتية نشيطة جدا؟ صح. ليش قاعد تقدمون مغريات علشان تتقاعد بسن مبكر أكثر من الرجل؟ هي يعني الظروف سمحت بهالشيء لعملية يعني مراعاة ظروف المرأة في بعض الأماكن، لكن أنا بالتأكيد أتفق وياك لولو، وأعطيك أكبر مثال عليها بصراحة، وحق لي أنا أكون متحيز شوية وأفتخر بأن مؤسسة التأمينات اللي من شوية قلت عنها أنها مكان يعني أداء جيد وغيره، قائم على غالبية ساحقة من خواتي. لا شيء نزعل شيء نزعل. لا المرأة الكويتية فعلا نشيطة ومعطاءة، وعندي معاي زميلاتي يعني كثير منهم 25 و30 سنة. حلو. ولا زالوا على رأس العمل، ولا زالوا إنتاجهم ما شاء الله عليهم، أحييهم من خلال برنامج. يعطيهم العافية ونحييهم أكيد. خلاص أعطونا تقاعد مبكر إحنا الشباب. خلي الرجال. ما عندنا مشكلة. نساء الكويت ما عندهم مشكلة يشتغلون يعني، وما يعني بس لكن المغريات اللي قاعد تقدمونها أكيد. وأنا لو بتكلم عن المطالبات النيابية بالنسبة حق التقاعد المبكر، استشفيت من كلام حضرتك أستاذ حمد إن في تأثير مباشر على مدخول التأمينات. لأن مطالبات التقاعد المبكر مثل ما قلنا راح يتأثر سنوات تأثر سنوات الخدمة، راح أصرف على الناس مدد أطول وأخذ منهم اشتراكات مدد أقل. حلو. يعني نتيجة واضحة ومباشرة. واضحة. زين كمؤسسة تأمينات تجربة، هي تعتبر تجربة أولى بالمنطقة، هل كان في هذا أثر على دول مجلس التعاون الخليجي أو دول المنطقة؟ كان في زيارات للبحث أو لإلقاء نظرة عن كثب إن صح القول للمؤسسة الرائدة في المنطقة؟ عندنا يعني إحنا لما بدينا، صحيح بدينا يمكن معانا الإخوان بالسعودية تقريبا بنفس الفترة، ودول أخرى ابتدت فيما بعد. عندنا تعاون جدا جميل وطيب مع أنظمة التأمينات الخليجية، استفادوا منا بالبداية، والحين احنا نستفيد من بعض أكثر بعد، لأن ما شاء الله تجاربهم هم يمكن خذوا من اللي كان يعمل في عندنا، وتفوقوا في بعض الأمور، ما أنكر هالشيء يعني، ما شاء الله عليهم، قدموا أنظمة. بس مرة أخرى هم مراعين قضية سن التقاعد المبكر بصورة أنا برأيي أحسن منه. حتى أنا على فكرة اليوم بالصدفة كنت على اتصال ويا زميلي مدير عام تأمينات البحرين، وعندنا بعد أسبوعين اجتماع، كنا نتفق على المواضيع الرئيسية كمشاكل وتحديات موجودة أمامنا راح تصير، وتكلمنا عن واحد منهم موضوع التقاعد المبكر كتحدي، هم يشوفونه تحدي أيضا مع أنهم في وضع يعني أريح منه شوي. نعم. أنتوا رافضينه، بس هو تحدي، بس أنتوا رافضينه يعني، بس يظل القرار بالنهاية يعني يخضع لمنهج معين. نعم. لطريقة معينة. إحنا بدنا أن يكون في يعني تفضيل لقضية عدم التقاعد المبكر. نعم. عشان يعني حتى من الأشياء اللي قيل مثلا فيها أن التقاعد المبكر يفتح فرص العمل و التوظيف. نعم. احنا انا برايي ان ما نحل مشكله بمشكله اخرى. نعم. يا سلام. يعني باختصار كذي. نعم. نعم. استاذ حمد، حابين احنا نهنيكم على حصول مؤسستكم الرائده مؤسسه التامينات الاجتماعيه على جائزه الافضل في خدمه العملاء، مثل ما ذكرت حضرتك بمجهود الشباب والعاملين فيها. العاملات بعد. العاملات اكيد. لا هذا انا خلاص ازعل. مبروك على حصولكم الافضل في خدمه العملاء. وبالنسبه حق مؤتمر التحديات والمخاطر اللي راح يعقد بعد ايام، شنو الهدف منه؟ تجميع للجهود. يعني احنا بالبدايه نجتمع كل سنه اجهزه التامينات على مستوى الرؤساء في واحده من الدول،
وكل سنة نختار لنا تقريبا 3 ندوات. نعم. الندوة اللي إن شاء الله راح تصير عندنا هاليومين بالكويت هي موضوع التحديات. نعم. لأن في أكثر موضوع ذكرت من شوية موضوع التقاعد المبكر. أيضا عوائد الاستثمار هاي تحدي آخر لأن الأسواق العالمية ما عادت مثل السابق. فقاعدين نحاول نتشاور نبحث في شنو السبل أو شلون نذهب نفسنا حق نواجه هالمشكلة أو هالموضوع لو حصل أو استمر بصورة أكثر. فهذه الأشياء اللي راح تطرح بالندوة بصفة رئيسية إن شاء الله. أستاذ حمد الحميضي، أنت شايف يمكن توجه كبير ودعم خصوصا من القيادة في تحويل الكويت إلى أو حكومة الكويت في ممثلة في وزاراتها ومؤسساتها أن تكون التعامل فيها من خلال المعاملات إلكترونيا. مؤسسة التأمينات الاجتماعية وينها من المعاملات الإلكترونية؟ بالعكس احنا في القلب في الصميم وياهم، لأنكم متشابكين، شغلتكم متشابكه بكل الوزارات. بالتاكيد بالفعل عندنا جهات وايده يعني لنا علاقه فيها، التراخيص بالتجاره، الصحه، الموضوع الحالات الصحيه، الشؤون كعماله، كل وزاره يعني بالتاكيد لنا علاقه. في عندنا ربط مع كثير من الجهات، ما وصلنا الى مرحله كامله لان في بعض الجهات بدأت متأخر، يمكن في بعض الجهات عندها صعوبات، في عندنا بعض القوانين تمنع من بجوانب متعلقة بالسرية أو غيرها. يعني لا أخفيك إحنا عندنا مثلا المعاش التقاعدي حق شخصي وما يجوز أن نفشي لأي جهة، وبالتالي إحنا ملتزمين قانونا. قد يصير بالمستقبل إن شاء الله يتعمم هالشيء أو نلقى لنا حل، بس مثل ما إحنا عندنا عوائق هم في عوائق بالجهات الأخرى. بس عندكم شيء بالإلكتروني تقدمونه؟ وايد. هل يعني بالإمكان قريبا أن ممكن إجراءات التقاعد أو إجراء بالمؤسسة يتم بدون البيبر وورك والخطوات اللي قاعد نمر فيها الروتينية؟ بالتأكيد إحنا ماشيين بهالطريق ووصلنا لمرحلة متقدمة فيه. الحين إحنا ركزنا بالبداية على الأشياء اللي يعني حسينا ان في عندنا كثره الناس تينا اكثر، مثل الشهادات على سبيل المثال. نعم. فالشهادات مثلا الحين ابتدينا نسويها ان في مثل شفت ماكينه الاي تي ام لما تسحب الفلوس. نعم. نفس الشيء باستخدام البطاقه المدنيه تقدر تطلع لك شهاده. حلو. او بالاحرى يمكن 12 او 13 نوع من الشهادات. حلو. وراح نوزعها، عممناها بالافينيوز من فتره، حطيناها ولقينا عليها تجاوب طيب. ان شاء الله راح تعمم بصوره اكثر. وفر العناء ووفر الوقت أكيد مجهودكم تشكرون عليه في التسهيل على المواطنين. ان شاء الله. لا شك. بس استاذ حمد في يعني في مشكله هناك قاعد نشوفها في بعض المناطق، ما في افرع للمؤسسه العامه للتامينات. ليش ما في افرع مغطين كامل مناطق الكويت؟ يعني احنا ما نقدر ناخذ الكويت مثلا ككل، لا يعني مو منطقه محافظات. نقدر ناخذها محافظات. لا ما شاء الله الحين عندنا الرئيسي في المدينة بلا شك، وعندنا جنوب السرة يغطي المنطقة هذه، عندنا فهد الأحمد في صوب الجنوب شوية. نعم. عندنا قرناطة بس صغير شوي، راح نعوضه إن شاء الله على نهاية السنة بالعرضية. خلاص رد ورا شوي، ورا قرناطة الصوب الثاني. في عندنا تحت الإنشاء خلاص على قولتهم بنيان أسود ب سعد العبد الله موجود هنا، وتونا يعني تقريبا راح نخلص ارض مخصصينها لنا بين الاحمدي وفاحيل ما شاء الله. فنقدر ان شاء الله نقول باذن الله. هذا خبر حلو حق ليالي الكويت ومشاهدي ليالي الكويت. اكيد يستاهلون. اكيد. استاذ حمد، ما ادري اذا محمد خلص الاسئله، لان بناخذك بعيدا عن العمل شويه. ليالي الكويت اجواءنا جميله اليوم واجواء طربيه مع صوت الجريح. تحب عبد الكريم عبد القادر؟ ايش تحب من اغاني؟ شنو يطربك من اغاني؟ اغلبها بالتاكيد اغلبها يعني مستمتع معانا اكيد بليلتنا. على ذوقكم. على ذوقنا ان شاء الله. راح نسمع اكيد اكثر واكثر حمد، استاذ حمد الحميض. لكن سؤال يعني لو بطلع مثل ما قالت زميلتي لولو بعيدا عن العمل، شلون يقضي وقته مدير عام المؤسسه العامه الاجتماعيه التامينات الاجتماعيه؟ باليوم العادي شغل يعني إلى 3 أو 4 بالتأكيد. أحرص بالتأكيد على شغلتين، البيت
والأهل الأقارب يعني الزيارات الاجتماعية والواجبات الاجتماعية. نعم. يعني تدري الكويتيين زين عندك وقت ما شاء الله. أكيد ما شاء الله. والهوايات رياضة؟ لا عندي لا لا, لا الحمد لله أكو هوايات. ماني زود ويا الدواوين. إيه. بس يعني أحرص إن أي مجموعة بدوانية ولا شيء أمرهم كل مدة كل شهرين كل شهر. يعتمد على التسهيل. نعم. لا بس احب يعني الامور متعلقة اساسا انا هوايتي الرئيسيه البحر. ما شاء الله. فحتى يعني بعض الساعات اقضي العصاري بالبحر مع العائله الكريمه تروح في الغالب يا الربع بصراحه. نعم. مع العائله في البحر بالويكند. بالويكند بالويكند بالشاليه يعني شيء جدا هام في حياتي. نعم. والحمد لله لأن كل العيال وعيالهم يحبون الله يحفظهم لك الله إن شاء الله يحبون قصة الشاليه والبحر. تصيد بالبحر أستاذ حمد؟ كنا نصيد يوم كان أكو سمك مع الأسف خف الله إن شاء الله يسهلها ويرجع لنا السمك مرة الله يزيدها إن شاء الله. كل مكان في هذه الديرة يكون فيها خير أكيد بلا شك. السؤال الأهم أبو أحمد ما بين هواياتك وتنقلك في يومك في شيء وأنت صغير لما أرجع وياك لورا كان ببالك حلم بتحققه وحققته أو ما حققته كان في بالك شيء؟ يعني إذا كان على مستوى الوظيفة ما كنت حاب شغلة محددة يعني بس كان يستهويني ما أعرف ليش وهذا كانت عندي الله يرحمها عمتي دائما قبل لا توفى كانت تقول لي أنت وأنت صغير قضية أو يلفت انتباه قضية تقديم أوراق الاعتماد الظاهر أنك كنت تحب تكون سفيرة أو شيء فأذكر هال الشغلة. لا الحمد لله يعني كنت يعني أحلم أو أحب أن يكون عندي أسرة أقدر يعني أعيش حياتي وياها والحمد لله ربي أكرمني وعندي أحمد وخواته الله يحفظهم. الله يحفظهم إن شاء الله يعني تارسين علي الدنيا طبعا وياهم عسى الله لا يخليكم من بعض يحفظهم لك إن شاء الله ويقر عينك فيهم على طول. الله يسلمك. نبي نسأل يعني بالإدام تطرقت للأسرة بالإجازات الخاصة تحب دولة معينة تروح لها مع الأسرة تقضون إجازة خاصة هناك إحنا دول اللي فضلها أستاذ حمد؟ لا إحنا على مدى يمكن لو أقول 30 أو 35 سنة اللي فات من بديت أشتغل وتزوجت ومع الأولاد من النوع اللي كل مثلا 4-5 سنين نطيح لنا بدولة دولة نحبها. فترة كنا نروح جنوب فرنسا فترة ألمانيا آخر فترة وين طحتوا فيه؟ في إسبانيا. إسبانيا أي مايوركا إسبانيا. حلو. بس جتنا فترة لما العيال يعني كانوا بالعشر سنين وكذي أمريكا كانت هي المنطقة اللي تجذبنا أكثر. نعم. كان سهل التنقل. نعم. بالسيارة لأن كبروا وما عادوا أطفال فكان أجر سيارة وتدري أمريكا بهالأمور وايد مريحة يعني. عسى الله يحفظ لك الأسرة الكريمة إن شاء الله وزوجة حضرتك أستاذة عبلة العيسى نوجه لها تحية أكيد. ودنا نعرف يعني بليالي الكويت إحنا اليوم داشين بعيدا عن العمل هدية تلقيتها من زوجة حضرتك؟ لا مو هدية أجمل هدية. أجمل هدية. أجمل هدية تلقيتها من طبعا محمد. كل شيء منها جميل أكيد نوجه لها تحية. طبعا أكثر أجمل هدايا قدمتهم لي بعد الله سبحانه وتعالى لعيالنا. أكيد. أنت أبو أحمد ملاحظك تعول على العيال قبل شوي نسيت أم أحمد بعدها. لا ما نسيتها. بس هذه هديتها مثل ما قلنا. بالتأكيد. لا هي هدتني مرة ما أنسى يعني هاي كانت وقحة حلو هدتني ساعة في عيد ميلادي مرة إذا تذكرين ال. نوجهها تحية. هي لابسها أستاذ حمد؟ لا لا مو هذه. ليش ملابسها؟ ليش ملابسها؟ هذه أحلى هدية هذه من أغلى. لا خاشها خايف تضيع. أكيد هي كريمة وبنت ناس كرام وأنت تستاهل يا أبو أحمد. الله يسلمك. عسى الله يحفظك ويحفظ أسرتك الكريمة وأبنائك اللهم آمين. نتوقف معاك في موضوع الصور ونرجع للذكريات شوي. أيام الكشخة كذي. لازم الكشخة بس أيام الكشخة مخرجنا السعودية الشبيبة. خلينا نشوف. لولو وين ابو احمد؟ ابو احمد اللي انا اقول اللي بالنص. انا اقول اللي بالنص بعد هذا ويا اخواني اللي
لابس داشة قام جا وياي هذا عزيز رشيد زميل عمر وكان وياي بكلية الحقوق، الشخص الدشتاشة البيضة هم عبد العزيز عبد العزيز الزبن اللي كان إلى قبل فترة قريبة رئيس ديوان الخدمة المدنية. نعم هاي أيام الجامعة كنا أي سنة ب 96 ولا انزل شوية مو وايد هذا الصورة كشخة هذه تذكرني بأيام لما كنا بالجامعة. هاي واحدة من الأشياء لازم أقولها. حمد اللي لابس سوت صح؟ هذه وين؟ هذه قاعد أشوف سوت كاملة مع البس داخل فرنسا. في شيء بتقول أبو أحمد مهم؟ إيه لا أنا أقصد حياتنا الجامعية كانت وايد يعني أنا ما أدري عن الوضع الحين بس أحس إن كانت يعني فيها حيوية وفي نشاط اجتماعي طلابي قوي. هاي من ضمنها يعني اللي وياي الزملاء لا غيره كان ويانا يعني محمد عبد الغادي الجاسم واللي بالأحمر هذا الدكتور سامي الفرج والمني عبد الله صميت زميلنا كنا بكلية الحقوق جميعا كنا في فرنسا بهذه في أحد الأدوار في برج إيفل. ما شاء الله. الصورة الثانية مخرجنا خلينا نشوف وين هاي قديمة هذه بالمتوسط هذه مدرسة عمر بن الخطاب حاليا موقعها حاليا هو مجلس الأمة. مجلس الأمة مدرسة عمر بن الخطاب كانت هناك. كان حمد أي واحد شفتي لابس أسود أنا أقول شوينا اللي مطلع رأسه صغير اللي من بينهم في من الزملاء أذكرهم المرحوم حامد العثمان الله يرحمه كان نائب العام صلاح العثمان وأحمد الفلاح وفارس الفارس في والله هذا أستاذنا ماجد سلطان وأيضا مدرس التربية البدنية ما شاء الله متذكر الأستاذ بالعمر الآن. هذه صورتي بثالثة توسط ويا صديقنا أخونا عصام البحر كنا بنفس المدرسة اي نعم مو بعيدة بعد هذه اي خليك من التاريخ هذا أي سنة أي سنة ثلاثة ثالثة يعني 85 لا لا بالضبط هذه تكون ب 64 64 العمر كله لكم ان شاء الله ان شاء الله هذه ايضا نشاط الجامعة في اسبانيا كانت رحلة كلية الحقوق فيها مجموعة ما شاء الله اتوقع انت اللي قاعد طرفاني كذي صحيح إيه انا عرفتك من كشختك كل ربع كشخي ما عليهم انا مو قادرة اشوف استاذ حمد اللي على اللي قاعد على اليسار اخر شيء مبين من الشعر ما شاء الله عسى الله يحفظك ان شاء الله. لا زلت محافظ على هذه العلاقات اللي تجمعك في ناس يعني من اهل الكويت من خلال الدراسة لو كنت بالمتوسط مثل ما ذكرت قبل شوي ايه في تواصل لا زلت كثير من الزملاء والربع لازلنا يعني بمناسبة أو غيرها سواء كمجاميع أو كمناسبات نتلاقوا في البعض منهم يعني لازالوا على اتصال حتى نعم إذا مو كان يعني ما كانوا ربع حلو يعني بعضهم يعني بالذات أنا أذكر صلاح العثمان أعتقد أنا وياه من أولى ابتدائي ليه تخرجنا من الحقوق ويا بعض ويا بعض يعني في استمرارية عسى الله يديم هذا المحبة. من الأقرب لك أستاذ حمد؟ من الأصدقاء نعم. وايد قريبين منه مو بالضرورة لولو أن تلاقى أو نتشاف بس نعم. بالفعل يعني قراب بحكم أن علاقتنا كانت وايد زينة ها. نعم. يعني عزيز رشيد عبد العزيز الزبن ساير الساير في ما بي أكيد الصداقات هذه لا تقدر بثمن الله يديمها إن شاء الله على طول العمر كله يا رب. أستاذ حمد بعيدا عن الصوت الجريح نبي صوت تطرب له خالد الشيخ الله خالد الشيخ جميلة أغاني وايد أحب خالد الشيخ حلو ذوقك حلو أستاذ حمد شكرا الله يخلي الدنيا وأنت جميل أيضا الله يحفظك في أغنية يعني خالدة في ذكراك ما أبي أقول في شخص معين ولا شيء في لها وقع خاص عند أبو أحمد والله الحين ما في أحب الأغاني بالعموم يعني وايد منهم أحس محمد المسباح مثلا أطرب له بصورة كبيرة نعم
بس أغنية محددة لا، يعني ما أحس أني أفضل واحدة أكثر من البغية. حلو. إحنا أكيد شرفنا فيك أستاذ حمد الحميضي، مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحابين نهديك أغنية بعد ما نشكرك على هذا اللقاء من فرقتنا، فرقة ليالي الكويت، وشرفنا. نشكرك على هذا اللقاء الجميل. الله يحفظك، سعدت بلقائكم. كل الشكر لك، سعدنا بوجودك معنا اليوم في ليالي الكويت، ونهديك أغنية للصوت الجريح اليوم إن شاء الله تكون على ذوقك، تعزفها فرقة ليالي الكويت. وننتقل معاكم مشاهدينا بعد الفاصل وبعد المعزوفة الجميلة وفقرة سعود بوشهري كلمة رأس.